فيها طبعا كيفية ومقدرة. هدف مبكر لمصلحة الاستقلال الإيراني، لمصلحة استقلال طهران، يسجل في هذه اللحظات. ربما بنيران صديقة كانت في اللقطة الماضية، لكن يتقدم الاستقلال بأول أهداف المباراة ما بعد مرور 4 دقائق أو 5 دقائق بمعنى أصح. يستطيع بالتأكيد فريق نادي استقلال طهران الوصول لمرمى الغرافة، وصول بالتأكيد ربما يكون بخطأ دفاعي. الكرة قد عادت، نشوف الآن، شوف اللقطة، كانت عرضية بهذه الطريقة إلى من؟ هل وصلت للمدافع أم سجلها؟ طبعا اللي واضح أمامنا في الصورة اللاعب رقم 4 ربما هو من لامس الكرة في اللقطة الماضية. راح نشوفها، هل هنا هي واضحة هي ما واضحة إذا كانت من المدافع أو إن كان من لاعب استقلال؟ لا، كانت من المدافع، كانت من المدافع عبد الله يوسف. الكرة ارتدت من عبد الله يوسف، وبالتالي هدف بنيران صديقة من قبل عبد الله يوسف مدافع فريق نادي الغرافة القطري، وبالتالي ضربة موجعة. أخرى لرافائيل دا سيلفا، الكرة فيها ضغط، رضائيان، ترجع الكرة لرضائيان، عدى رضائيان، تبدو خطيرة، عرضية، تسديدة، وهدف ثاني. هدف ثاني لمصلحة استقلال طهران، يؤمن من خلال النتيجة، يسجل في مرمى الغرافة رضائيان، رامين رضائيان بتسديدة قوية، يسعد جماهير استقلال طهران بهذا الهدف الثاني، وبالتالي هدف يؤمن النتيجة، هدف يجعل المأمورية أكثر سهولة في هذه اللقطة، وبالتالي يتقدم فريق نادي الاستقلال. هذا هو الرامل رضائيان صاحب الهدف الثاني، صاحب المرور الرائع جدا كان في اللقطة الماضية، استطاع من خلاله أن يسجل. رامل رضائيان موسم الأول طبعا مع فريق نادي استقلال طهران، عنده طبعا هدفين في بطولة الدوري، والآن يضيف الهدف الثالث في 3 مباريات فقط لعبهم مع فريق نادي استقلال طهران، قادما من نادي سبهان اللي واضح أمامنا في الصورة. موسمين مع فريق نادي سبهان، سجل فيهم 14 هدف، واللاعب اللي سبق لعب أيضا في قطر بالمناسبة مع نادي الدحيل ومع نادي السيلية. شوف كيف مر، كيف عدى، كيف سدد كرة تسديدة مساءل منها طبعا حارس المرمى خليفة أبو بكر، أنا لم تكن بتلك القوة. شوف عدى بهذه الطريقة، بدأت الحكاية، عدى بهذه الطريقة وسدد، بعد ذلك الكرة تصل سهلة للمرمى ويسجل استقلال طهران الهدف الثاني في هذه اللحظة. عددية وأفضلية لفريق نادي استقلال طهران، هذه الكرة أمام المرمى، فرصة جول، والهدف الثالث بالفعل، هدف ثالث لفريق الاستقلال، انهيار للفهود، انهيار للغرافة، يسجل الاستقلال الهدف الثالث في هذه اللحظات عن طريق اللاعب البديل رضا فاند اللي واضح أمامه في الصورة. رضا فاند يضع الهدف الثالث، كانت فيها أفضلية في عملية المرتدة على مستوى طبعا العددية، وبالتالي استفاد الاستقلال من تسجيل هدف ثالث في هذه المباراة، هدف ثالث، والهدف الأول لرضا طبعا في هذا الموسم، عنده هدف وحيد في الموسم الماضي كان في مرمى سانت نفط الإيراني في بطولة الدوري الإيراني، الآن يسجل أيضا هدف في مرمى فريق نادي الغرافة في بطولة النخبة لدوري أبطال آسيا. إذا انهيار 3 أهداف، نتيجة قوية ثقيلة على فريق نادي الغرافة. شوف العمل الهجومي بدأ طبعا بهذا الشكل، بهذا الارتداد السريع.